بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب. بناء على طلبات حضراتكم هنعمل النهارده اللازانيا. انتوا طلبتوها، اللي هي اللازانيا الناشفه اللي بتتباع بره وبقت متواجده دلوقتي في كل سوبر ماركت. طبعا انا كنت بعجنها لكم، ما كانتش مكلفه، ولكن طالما طلبتوا ديت فهنعملها. اللازانيا دي ما بتتسلقش، اللازانيا دي على طول بتتعمل زي ما هي، ولكن ليها شروط عشان تستوي. ان اللحمه المفرومه عايزينها يبقى فيها صوص خفيف كده. كلنا عارفين بقى اللحمه بتتعصج ازاي، ربع كيلو لحمه ربع كيلو بصل، البصل يتحط من غير اي حاجه بيصفر معايا، بنديله شويه ملح عشان الماده السكريه، بعد كده بديله زيت وبنزل باللحمه وبنزل بمعلقتين صلصه وكوبايه ميه، ويبقى خفيف كده بالشكل ده معايا. حتى عايز اخفه شويه عشان السائل ده هو اللي بيسوي لي ايه، ونظبط ملحها اهم حاجه، هو اللي بيسوي لي اللازانيا ديت اللي هي بتكون ناشفه. تمام، كل عندي جبنه موزاريلا، والبشاميل بتاعنا بس يكون البشاميل خفيف ما يكونش تقيل. بشاميل تقيل هيكبس على اللازانيا دي الناشفه وما تستويش. طيب يلا بينا نشوف المقادير كده ونشوف الكلام ده عملي اعمل ازاي. احنا دينا ملاحظاتنا كده ونشوف الدنيا فيها ايه. مقاديرنا عباره عن ايه، وبتاخد تقريبا في حدود ساعه الا ربع في الفرن عشان تستوي كويس قوي. يكون عندي باكت لازانيا بنجيبه من اي سوبر ماركت، من اي بقاله بقى متواجد دلوقتي. وزي ما قلت لكم ان برامج الطهي عملت طفره في حاجات كتير مع السوبر ماركتات والبقاله. ما كنتوش تلاقوا بقاله بتبيع صويا صوص، ما كنتوش بتلاقوا بقاله حتى بتبيع كاتشب. شوفوا قد ايه الكاتشب دلوقتي بقى كل حاجه موجوده، عسل جلوكوز اللي هو عند العطار. الطفره في الحاجات ديت نتيجه لبرامج الطهي وطلبات الناس للحاجه، فبقوا بيجيبوا كل حاجه دلوقتي. بيكون عندي باكت لازانيا، عندي تقريبا في حدود كوبايتين جبنه موزاريلا، ربع كيلو لحمه ربع كيلو بصل بعصجه بالشكل دوت، والبشاميل اللي بيكون عندي عباره عن كيلو لبن، معلقتين كبار من الدقيق، احنا بندي 3 معالق كبيره من الدقيق، هدي معلقتين كبار من الدقيق، وزيت وسمنه، زيت وزبده، زبده بس، زيت بس، بس الزبده مش عايزها تتحرق منكم. طيب يلا بينا مع بعض كده. انا كان المفروض اغلي اللبن ويسخن معايا، ولكن ايه، ما علينا، ننزل بيه بارد المره دي. السرعه طبعا بتبقى مهمه جدا. ننزل بالمقادير مخرجنا العبقري ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. النهارده عندنا برضو هنعمل، هنشتغل من الجوانح شويه حاجات. اللازانيا عباره عن باكت لازانيا زي ما اتفقنا، بنجيبه من عند السوبر ماركت او اي مكان. كوبايتين جبنه موزاريلا، ربع كيلو مفروم وقلنا بيتعصج ازاي، 3 معالق كبيره زبده، 3 معالق كبيره دقيق، زبده وزيت، زبده وسمنه، زي ما زيت بس، كيلو لبن ويكون مغلي طبعا وسخن، ملح فلفل اسود. خلص الموضوع على كده، والموضوع كله بسيط. عايز اديها فراخ ومشروم، يا اهلا وسهلا. نرجع مخرجنا العبقري كده ونشوف الدنيا فيها ايه. نرجع. طيب لو انا عايز ادي فراخ وادي مشروم، لو انا عندي جمبري، لو انا عندي سمك، لو انا عندي تونه، اللازانيا دي كنا بنعملها بنلعب بيها في بدايه حياتي مع، نرجع مخرجنا العبقري، في بداية حياتي مع المطاعم، مطاعم صغيرة كنت بشتغل فيها، مطاعم الإيطالية، فكنا بنعملها هناك بالتونة. تعال ندي كده زيت وزبدة، التونة مع طماطم مع فلفل. عايز أقول لكم كانت تحفة، كانت روعة، الحاجات الروعة الجميلة جدا اللي كانت مميزة جدا. لازانيا بالتونة، لازانيا بالخضروات، اللازانيا او المكرونه بشاميل بتقبل اي حاجه، بتقبل اي حاجه. بالاسماك، بالسي فود، كل اللي انا عايزه اقدر ان انا استخدمه فيها. مش طب افرض الدقيق مني زياده وتقل مني البشاميل، اقدر ازوده ميه مغليه، اقدر ازوده شويه لبن. مش انزل يا ابني جري بقى هات لنا لبن تاني وبتاع، ده الشيف محمود قال قد كده. لا انا مش وازن حتى دي، انا حاطه بالويم كده، يعني مش وازن معلقتين، انا حاطه بالويم كده. مش عايز الدقيق يصفر، ودي المشكله اللي دايما بتقابلوها. اللبن طبعا مش سخن، اللبن لما يبقى مغلي وسخن المقياس عندي اللي انا باخده ده بيبقى سريع،
فانا ما نزلتش بالمره دي باللبن كله. ليه؟ عايز المقياس اللي عندي هنا دوت يكون على بال ما يبدا اللبن يسخن ويتماسك مع الدقيق هياخد وقت شويه لان اللبن بارد. شايفين كده الخليط عامل ازاي؟ فنبقى عارفين احنا بنعمل ايه. نقطه تانية من النقاط المهمه جدا، انا عايزه يبقى اتقل من السحلب بشويه زي سلطه الطحينه. حطينا اللبن كله، هنديله الملح والفلفل الاسمر. الملح والفلفل الاسمر، ادي الفلفل الاسمر، ما نديش كتير عشان لو عندي فلفل ابيض ماشي، بس مش عارف ليه الفلفل الابيض ريحته زعقه مش حلوه ابدا، ليه كده مش عارف. انا كنت بحسب من العطار اللي انا جبت منه او العطار ده مثلا مخزنه، لكن فوجئت بان حد حتى بيجي ومعاه فلفل ابيض او كده وبشمه ما بيبقاش الريحه عاطفيه ابدا. كده اكتملت مقادير اللازانيا. طب عايز ادي الزيتون في اللحمه المفرومه، ادي الزيتون وبعدين وبعدين يا شيفنا وبعدين. تعالوا بينا كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجه نشيل ده كده. في بقى ايه من ضمن الحاجات اللي انا بقابلها او الحاجات اللي انا بشوفها، ان بيجي حد يقوم قايل ايه لنا لوش كده نحمر الدقيق، يعني زي ما برامج الطهي عملت طفره كبيره زي ما عملت كارثه كبيره. مع كل الاحترام والتقدير، يجي واحد يقول لي انا لازم احمر دي عشان يستوي ويحمر، يا فرحتي بيك. هو دي كده استوى وتخش الفرن تقعد 10 دقايق وتطلع على الشوايه وهي كده استوت. حتى لو كانت اللازانيا دي عجين فبتخرج عجين، حتى لو كانت اللازانيا دي ناشفه تطلع عامله زي لبنى عبد العزيز لما عملتها في الفيلم بتاع من حواء اللي هي مع رشدي اباظه وتقرش. افرضوا انها مكرونه برضه هيبقى البشاميل ني، بتاكلوا مكرونه بالوايت صوص، صوص الابيض. فاحنا عرفنا دلوقتي عشان بس نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه. زمان كنت بحسب اللازانيا دي بتتسلق. يا ست ام مهند، ست ام مهند اهلا بيكي. سلام عليك يا شيف، اهلا بحضرتك. عليكم السلام يا ست الكل، ازاي ما عليكي انت. الله يخليك يا شيف. والله يا لبنى عبد العزيز عملت النجريسكو ما سلقتوش ابدا، ما سلقتش المكرونه خالص. ما هو ده اللي هيحصل لو احنا ما مشيناش بتكنيك صح. ايوه يا شيف، تسلم ايدك يا شيف والله. الله يسلم لي عمرك، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. عايزين شويه صوصات بقى كده حلوه يا شيف بتاعت حضرتك. تحت امرك، تحت امرك ست. ربنا يخليك يا شيف، ربنا يخليك. تسلم ايدك، تسلم ايدك. الله يكرمك يا رب، تسلمي لي. ربنا يخليك. ممكن اعمل اهداء يا شيف لو سمحت؟ طبعا طبعا طبعا. ربنا يخليك. انا بهني دكتور حسن رمضان والدكتوره حنان على المولوده الجديده هنا، وربنا يخليها لهم يا رب ويفرحوا بيها ان شاء الله، هي وفرح باذن الله. الله يكرمك يا ست الكل، الف مبروك. واحنا بنقول لهم برضو الف مبروك، وربنا يا رب يجعل الناس كلها كده يا رب بخير وبركه يا رب. تسلمي لي. ميرسي يا شيف، ربنا يخليك. ما تنساش الصوصات ده لو سمحت. تحت امرك ست الكل، تحت. العفو يا شيف، مع الف سلامه. الف سلامه ست الكل. سلام عليكم. اللحمه المفرومه لما اجي احطها، شايفين الصوص خفيف ازاي؟ خدوا بالكم من كل حاجه بقولها عشان ما ال 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 الغلطه مش بفوره ليا انا، الغلطه بان الاكله كلها تترمي، واكله مكلفه مش هنقول عليها دي رخيصه. يعني الجبنه الموزاريلا اللي فيها ديت غاليه شويه، وبعدين واللحمه واللازانيا، بس من الاكلات الرائعه اللي ما بتتعمل لازم افك الرجيم. والولاد عندي لو عاملين دايت برضه بيفكوا الدايت، مع ان احنا وزننا كلنا يعني مش عالي، ولكن الواحد على قد ما بيقدر بيحاول يحافظ على الموضوع ده. حطينا رق من اللازانيا وبالتبادل بالشكل ده، وبعدين يا شوف شوية مية بس كده على الصوص بتاع اللحمة، صوص اللحمة كده، لأن هو ده اللي بيسوي لي المكرونة. حتى في الكالينولي، كالينولي تعالوا نيجي كده عشان اوريكم الدنيا عامله ايه وفيها ايه. تمام. وبعدين يا شفنا هات لنا اللازانيا كده وهات لنا اللحمه كده
وادي البشاميل. شايفين الدنيا ماشيه ازاي؟ هنبدا بقى ايه، نجيب صوص ابيض خلاص. شايف انا ما مش ببتكر، انا اتعلمت اللازانيا دي في مطعم ايطالي، كان عندي حاجه وعشرين سنه. اللازانيا كانت حاجه جديده في مصر، وانا كنت اول مره بقى اسمع عنها وكده، كنت فرحان بيها قوي، وروح البيت اتعايق واقول لهم لازانيا. كنا عملناها بالتونه في الوقت، كانش فات والله، كان في سني بس اساتذه يعني عني، ما كنتش اتودكت في المجال قوي. المجال كله حتى الساده اللي بيقولوا عايزين نتعلم، المجال كله سهل، بس ايه، اتعب شويه. اتعلم الحاجه على اصولها، ابتكر الشيء، كل ده بعد كده هيوصلك لمرحله حلوه جدا. خدوا بالكم، انا عايز احط بالتبادل جبنه ولحمه وصلصه بيضه، صلصه بيضه من اللي معايا ديت، بس انا خايف الصلصه البيضه تعجز معايا، عشان بس نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه، مش عايز الصلصه البيضه دي تعجز معايا، فعشان كده انا بحاول ان انا ايه، ما اديش منها كتير. وادي كده، ما تخافوش من اللازانيا ديت انها ناشفه كده. وتعلمتها منين بقى؟ كانت احد السيدات في ايطاليا وجابت اللازانيا ديت معاها، فقالت لي انا عايزاك تعمل لي لازانيا. فانا كنت لسه صغير يعني، السن ده كده كنت لسه صغير قوي، فكنت بسلقها، واتضايق لما اجي اسلقها، ما كان بتضايق يعني، وتلزق وبتاع وكده. فقالت لي لا، ده هي بتتحط كذا كذا، فبقيت اعملها وانا خايف. شايفين انتوا المنظر ده يخوف بصراحه، يعني اي حد كده يكون لسه بيتعرف على اللازانيا هيقول علي ان انا جاهل. فمشيت تبع كلامها، بس ساعتها حطيت البشاميل تقيل واللحمه طبعا كاني بعمل مكرونه بشاميل، ومشيت انا مالي. ففوجئت انها مستويه وكله، بس معضمه شويه. طبعا الجماعه الايطاليين في اكلهم بيحبوا المكرونه مش زينا مستويه، او اللازانيا او الحاجات ديت، فبيعملوا ايه، بياكلوا اللي يعني المكرونه بالظبط يا دوبك 7 دقايق وادفع عنها، ولازم تكون زي ما قلت لكم قبل كده بتعض شويه، يعني احنا في مصر نقول عليها لسه ما استوتش، لكن هم لو المكرونه استوت خلاص. ما كنا في المطاعم الايطاليه ديت، فكان المكرونه عموما حتى لو ما استوتش فحضرتك بتسيبيها في الثلاجه لتاني يوم. يعني انا مثلا مكرونه ما استوتش معايا، فبعمل ايه، بطلع منها الاوردر واللي بيفيد بنحطه في التلاجة، تيجي تاني يوم تلاقي المكرونة اصلا هي مستوية، الحاجة ما بتبات وبتقعد، فبتشرب ميتها بقى وبتلاقيها مستوية. ما نخليها للصف ونبدأ نعمل ايه، نبدأ نسلق غيرها بالظبط 7 دقايق وتطلع المكرونة تكون ناشفة، يعني ايه، زي ما قلت لكم كده بتعض، فيها مضغه زي الرز اللي هو مش مستوي. هي شعوب، ثقافه شعوب في الاكلات. هم ممكن يتريقوا علينا ان احنا مثلا، وحاشا لله ان حد يتريق، او ممكن يستغرب شويه ان احنا بناكل رز على مكرونه على عدس على كل الكلام ده، ازاي المصريين او الساده العرب او بياكلوا ده على ده على ده، مع ان اكل الايطاليين دسم جدا. نسوي بس الوش كده. لكن من افضل اللي بيجي مصر بقى وبياكل كنافه بالذات من الساده بتوع الغرب، او بياكل كشري بيعشقه، وبالذات الطعميه. يا مدام شادية اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. فل والسعاده وصباح كل حاجه حلوه. الله يكرمك من ذوقك. وصباح وشك الجميل، ربنا يديك الله يخليكي، ربنا يحفظك انت لينا. الله يخليك في الله عمرك يخليك. يا رب. اسلمي لي. الله يخليك يا شيفنا ويديك الصحه ويكرمك وييسر لك كل امورك.
انا بس ليا معلومه صغيره اقولها واطلب الطلب اللي انا عايزاه. انا بعمل اللازانيا من غير ما اسلقها. حلو، قولي لي. بس بحط لها كوبايه لبن في العجنه هنا. انت حلو جدا. طيب لما يعني. لما نيجي نحللها، حلو، هنقول ان احنا حطينا بشاميل خفيف وحطينا صوص، حطينا اللحمه برضو الصوص بتاعها خفيف. حلو جدا، يبقى وهو المطلوب اثباته، ولكن معلوماتك اكيد احسن من معلوماتي. لا، من اللي قال ولا عاش ولا كان. انا اللي بقول يا باشا، انا مش ربنا يديك الصحه، وانت راجل جميل وبتعمل حاجات تحفه بصراحه. الله يحفظك يا رب. بس انت بتحب تسهلها على الناس يعني. ربنا يسهلها علينا. ربنا يبارك فيك. انا عايزه بس اسالك على سؤال صغير قد كده. اوامر طبعا، وربنا طبعا يحسن ما بين ايديك يا رب، ويديك الصحه ويخليك لينا، ودايما كده احنا بنحبك، ربنا يعلم قد ايه. الله يكرمك يا رب. هل المكرونه النجريستو تنفع من غير المكرونه الشرايط بالاسباجيتي؟ ولا لازم الشرايط؟ لا، ليه يعملي بالاسباجيتي ولا حاجه ابدا. تسلم ايديك وعينيك. وتاني هقول ربنا يديك الصحه. الله يكرمك ويخليك لينا يا رب. كلك ذوق يا مدام شادي. شكرا يا شيفنا. ماشي يا حبيبي. زي ما احنا شايفين كده اهو اللازانيا قدامكم، بص عليها رقات وطبقات. تخش الفرن، الجبنه بتسيح، الميه بتطلع بخار، بتغلي عند درجه حراره 100 اللي هي جوه اللحمه، بتبدا تسوي لي البخار، هو اقوى حاجه يسوي رز، يسوي اي حاجه. ونيجي نحط الشوكه او المعلقه، تلاقوا الكلام ده مستوي. هي دي اللازانيا يا جماعه اللي بتتعمل. وشايفين البايركس ما شاء الله قد ايه. بالشكل ده. قبل ما اطلع الفاصل، شفنا مع بعض الموضوع عامل ازاي وقد ايه بسيط وقد ايه سهل. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل نشوف نعمل الجوانح مع بعض. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا لازانيا وشفنا اللازانيا عامله ازاي وطريقتها ايه. الجوانح بنقول الاخ الجميل بتاع الفراخ ان انا عايز جوانح، فبيدي لي جوانح بالشكل دوت. دايما ابدا الجوانح بنعمل فيها ايه، بنفصلها كده. هو بيشل الضفر اما يكون راجل عنده ضمير وحلو وجميل يعني، وبتبقى كده. الجوانح ليها كذا طريقة. الطريقة الحارة اللي هي بتاعت المطاعم الكبيرة، في أحد المطاعم بيعملها بالصورة اللي أنا هعملها ديت. ودي مش أسرار أو حاجة زي كده، هو بيحصل إن هم بيبتكروا الشيء وبناء عليه بنبتدي إحنا ننفذ أو بناكلها بره. يا بنفسر الطريقة على هوانا، يا بنبدأ ان احنا ننفذها بطريقتنا. نزل لنا كده المقادير الاول مخرجنا العبقري استاذ عمارة الغالي ونشوف الدنيا فيها ايه. الفراخ دي اتدعكت بالملح طبعا، اتدعكت بالملح والليمون، ما بدهاش خل. نزل لنا المقادير كده يا سعادة الباشا ونشوف الدنيا فيها ايه. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ كيلو جوانح او نص كيلو زي ما انتوا عايزين، 3 معالق كبيرة من النشا وبيضة، معلقه جنزبيل، 2 فص ثوم. حط لنا بيضه واستاذتنا الغاليه الله ينور. وبعدين 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 واحده واحده كده على مهلنا. حط لنا بيضه تحت النشا كده استاذ احمد الغالي او الاستاذه شيماء الغاليه. الصوص بتاعنا كوبايه كاتشب، 3 معالق كبار صويا صوص، معلقه صغيره نشا. مش محتاج ادي سكر لان الكاتشب فيه سكر، وممكن ادي فيه خضروات او ادي فيه فلفل، لكن هو بيطلع بالشكل ده. وبعدين يلا بينا استاذ احمد الغالي، يلا بينا نيجي مع بعض كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بيكون عندي ادي جنزبيل، عندي جنزبيل باودر، عندي جنزبيل اللي هو الفريش، مفيش اي مشاكل. واحسن حاجه ان احنا نبشره. بيبقى فيه جنزبيل كده شايخ، بس الجنزبيل من الحاجات الزعقه الجميله المميزة جدا في موضوع الوصفات، بالذات الوصفات بتاعت شرق اسيا او الوصفات الهندية ما بيستغنوش عنها في الشرب كمشروب، من الحاجات الجميلة جدا. بنبدأ كده نبشر جزئية في حدود معلقة مثلا. قطعة الجنزبيل حلوة جدا لانها لما بتبقى شيخة
وما تستهونوش بالشوية دول. وبعدين فصين توم، التوم مع الجنزبيل بيدي طعم مميز جدا وكده. تمام، بس توم وجنزبيل. شوية ملح بساط، ما ننساش ان عندي صويا صوص فما بديش كتير. تعالى بقى بعد كده، الريحة هنا اختلفت. جنزبيل يعني مصنعات لحوم، جنزبيل يعني مصنعات لحوم. ادي كده البيضة، وادي معلقتين النشا، ادي معلقة وادي معلقة وادي معلقة، بالشكل ده. قلبنا النشا مع البيضة بالشكل ده، وبعدين نبتدي ناخد الخليط ده كده زي ما هو هنا، ونقلبه بالشكل ده. النشا مع البيضة مع الجوانح. كون الزيت سخن عندي زي ما انتم شايفين كده على النار، لازم يكون سخن جدا، لان الزيت لو كان بارد هتلاقوها بكت مية الجوانح. ودايما لما نجيب نجيب من مكان موثوق فيه. شوية نشا بصات تاني كده، ويلا بينا نروح على النار نبدأ ننزل بالجوانح بتاعتنا. يا استاذه رباب، اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي ما عليك انت يا ست الكل، افكارك كلها جميله والله. ده زيكو كده والله، ربنا يخليك. تسلمي. بتنساني ليه بقى يا شيخ محمود في طلباتي؟ معاش ولا كان. ربنا يخليك. لا ربنا يخليك لينا. الله يكرمك. كنت عايزه الفادج كيك. الايه؟ الفادج. الفادج. اوامر يا جيتي في ايه يعني؟ ده ولا حاجه. لا هو بيتنسي بس مش اكتر. ما انا عارفه والله. اوامر مش اكتر. الفادج اكتبي يا شيماء بعد اذنك. الفادج كيك اوامر يتعمل لسعادتك، ده انت طلباتك اوامر يا مدام رباب. ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا من يخليك. احد السيدات اللي دعموني كتير قوي، فطلباتكم اوامر، انا لن انسى مشاهدين القدام. ربنا يخليك، ده احنا اتعلمنا اكتر والله. الله يكرمك. انا اتعلمت منك كتير جدا يعني لو كنت بعرف اعمل 1/10 بقيت 9/10 بسبب حضرتك. ربنا يا رب يجعلك في العالي ويفتحها عليك يا رب. ربنا يخليك لينا يا شيخ محمود. تسلمي لي يا ست الكل، انا تحت امرك. هنروح نبص على الفرن بصه، مع ان انا مش محتاجه ابص على الفرن لان لسه بدري، بس نشد النار شويه كده. تعال نشدها كده براحتنا، عشان على نهايه البرنامج نقدر نطلع الايه؟ اللازانيا. الصوص بتاعنا عباره عن كاتشب. انا مش محتاج ادي لا فيه لا توم ولا جنزبيل، لان بالفعل اديت في الفراخ. وادي الصويا صوص، وهناخد من هنا معلقه نشا صغيره، ولو عايز الكلام ده حار بديله فلفل اسباني او بابريكا بالشكل ده. وخلينا ده يجي هنا كده، فلفل اسود خشن ممكن، حبهان ممكن، بس طبعا ما بنحطش الكلام ده. لك ما عايز اقول لك على حاجه، يعني دي منكهات، ولو اتكلمنا على الطبق الصيني فزي ما قلت لكم طبعا رحمه الله على الشيف مسعد الاسيوي، الف رحمه عليه. فاكرين كنت بكلمكم دايما عنه، كان استاذنا في الاكل الاسيوي. شوفوا قد ايه كنا بنتعلم منه، ويا ما انا وهو اختلفنا مع بعض رحمه الله عليه، وفوجئنا داخل يعمل عمليه توفى الراجل، الف رحمه عليه. محدش واخد من الدنيا حاجه. كنت دايما اقول لكم انا بشتغل عطريه استاذ الشيف مسعد، خدنا ايه من الدنيا؟ ولا حاجه. كان يمكن كان بيفرح او بيسعد هو واولاده بالشيء دوت. طيب لما نبدا نحمر الفراخ الجوانح وتستوي، طبعا بتنزل عندهم في قلايه، قلايه كبيره، ولازم ضروري يبقى الزيت سخن. ريحه الثوم مع الجنزبيل هنا عامله شغل غير عادي بالشكل ده. شوفوا بقى كريه عيني بقى نقطه الزيت اللي نزلت، يمكن ما حدش فيكم شافها. انما عندي فوطه هنا حلوه بتمتص الزيت بسرعه اهي. حب البوتاجاز ما عليهوش نقطه زيت، وانا طول ما انا شغال سبحان الله كان نقطه الزيت دي اللي هتبوظ لي الدنيا. وندننا معاها كده
عشان بعد كده نبدأ نعمل نجهز طاسة تسخن عندنا للصوص بتاعنا. هنحطها هنا تسخن. صاب أوفر العيون فبحب أشغل عين واحدة بس. الوفرة حلوة يا عمرو، الوفرة حلوة يا أخوي. وبعدين هنبدأ نرفع كده ونرفع الكلام ده كده بالراحة. برضو أهم حاجة مش عايز كمية زيوت في التحمير تبقى عالية، الريحة غير عادية. مش عايز أدي صويا صوص في البيض والنشا ده عشان هيطلع لي الجوانح دي مالها بقى يا عمرو غامقة، وأنا مش عايزها تبقى غامقة لأن لون الصويا صوص بيبقى غامق شوية. وبعدين نزيب الزيت يسخن شوية، منزلش على طول لأنه هينزل يبدأ يغلي. أنا عايز الحاجة تنزل في الزيت عاملة تشك. النار عندكم في البيت قوية غير النار اللي عندي، أو النار زي ما اتفقنا في أي استوديو. النار في أي استوديو بتبقى هادية شوية عشان كلنا بنشتغل شغل الكهرباء. طالما بطل يعمل تك 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 كده يبقى احنا عرفنا ان في المرحلة ديت ايه. برافو عليك، تخاف ليه؟ الزيت جاهز، الزيت جاهز ان انا انزل فيه تاني. هو مش جاهز قوي قوي يعني عشان عمال يفتح، ولكن يلا بينا بنلق ضيق مية كده عشان الجنزبيل مع التوم مع الجوانح من الحاجات، او مع الفراخ من الحاجات الجميلة في الاكل الاسيوي. كده انا عملت كفر لايه؟ للفراخ او للجوانح بتاعتي. يبقى احنا اول حاجة عملناها كانت ايه؟ برافو عليكم، اللازانيا. اللازانيا يا شيف محمود انا راجل ما معيش ماديات، انا ماليش دعوه بالناس اللي قالوا لك عليها عايزينها ناشفه الناس دي يا شيف محمود هي عايزه تريح روحها. افرض ان انا في البيت باكت اللازانيا يا سيدي بيجي غالي شويه وانا عايز اعمله. 3 بيض، معلقه اكتبوا معايا معلقه كبيره زيت، ربع معلقه صغيره ملح، هياخد منك في حدود كوبايتين دقيق او دقيق للتماسك. خد مني الكوبايه، خد مني الكوبايه بالراحه وكده. وانت نازله قفش مني ومحتاج بيض تاني وما عنديش بيضه، زود شويه ميه. العجينه لسه طريه معايا، اديها شويه دقيق. عايز العجينه تبقى قاسيه. العجينه تبقى ايه؟ قاسيه. بعد ما العجينه تتعجن هتبقى قاسيه، احطها في كيس واسيبها ترتاح شويه. اقطعها على 4 كور وقوم فارد زي ما بعمل السبرينج رول، وقوم فارد بالدقيق. اداني رغيف عيش ورغيف عيش ورغيف عيش، اقوم جايب اول رغيف عيش حاطط فوقيه دقيق او نشا، والتاني كاني بعمل بقلاوه واقوم فارد. بس اخد بالي مش هطلعه زي البقلاوه يعني. تخنت اللازانيا وبعدين اقوم جايب البايركس او الصينيه حاططهم كده واقطع. طلع لي 4 رقات لازانيا، هي 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 هي. بالعكس ده اللازانيا الايطالي هي اللي بالبيض، دي ممكن تكون بالمي. طب القطاعات بقى يا شيفنا، القطاعات هنعمل زي ما بنعمل، نحطها كده في الارضيه زي الجلاش. اتفقنا؟ اتفقنا. لغايه ما ابدا احمر الكلام ده كده وادي البابور نفس هنعمل ايه؟ برافو عليكم. نطلع فاصل مع بعض وبعد الفاصل نرجع نكمل الشغل بتاعنا. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل ابتدينا ان احنا نحمر الجوانح زي ما شفنا كده، وعندي في الفرن اللازانيا او شقت على الطلوع. هنرفع الكلام ده كده ونصفيها من الزيت تماما. وبعدين جوانح هنا استوت، ما تخافوش من حاجة. لازم ندي وش مراية للكلام ده. بنعمل ايه بقى؟ ممكن فص ثوم وجنزبيل هنا مفيش اي مشاكل. وبعدين تعالى لي كده وتعالى لي كده وادي كده وانا بنشيلهم. ونيجي نعمل ايه؟ ادي كاتشب صويا صوص
روايح بقى. وادي شويه بابريكا، دي روايح تحفه بقى. ونبدا نجيب شويه ميه وشويه نشا صغيرين، معلقه صغيره من النشا في نفس الطبق بتاع الصويا صوص كده اهي، برغم ان عندي ان الجوانح هتتقل الكلام ده، شويه ميه بساط كده ونبدا ندي الصوص ده. قطعه الجنزبيل دي هعينها دلوقتي، واهو بالشكل ده اصبح الصوص عامل زي المرايه ومسكر. لو عندي معلقه سويت ساور او شيري صوص اقدر اديهولها، ورشستر صوص اقدر اديهولها. وادي الجوانح عندي هنا عشان تاخد وقتها في السوى، عشان نروح نبص على الفرن. بص شايفين تخنت الصوص عامله ازاي؟ وبعدين خلينا الكلام ده يغلي شويه كده، تعال نبص على الفرن بصه. ها شايفين الدنيا عامله ازاي؟ بالملي، مش عايز ال يعني هنا في فوران صغير قوي اهوت. ليه؟ البايركس ده بيطلع على السفره عندي على طول، فمش عايز يطلع او اجي بعد ما اخلص اجي انضف في البايركس ويطق مني ولا حاجه. منديل ورق كده وهو سخن اهو بالشكل ده، شايفين الدنيا عامله ازاي؟ بحيث انه يطلع نظيف عندي، بيبقى ليه حامل كده ما تحطش على السفره على طول. وبعدين نهدي النار سنه ونيجي نكمل هنا. يبقى النهارده هاتلي دول بقى كده ونروح نشوف الجوانح. لو انا عندي الاطفال ما بيحبوش الحاجه الحاره تفضل زي ما هي، شايفين كده الصوص ها، والكفر اللي بره ده بيكسي تماما من الصوص ده. عندي بصل اخضر، عندي سمسم، اقدر ان انا ادي على الوش من الكلام ده. نجيب طبقين كده عشان نبدا نبقى جاهزين لغرف الكلام ده. ادي الطبقين عندي اهو، ونجيب منديل نمسح الكلام ده ضروري. بصل اخضر دايما هما يحطوه على الوش كده، وممكن نعمل بقى النودلز، بس انا عندي لازانيا فانا مش محتاج ان انا ادي اي حاجه تاني. استاذه هلا اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. اهلا يا ماستر. ازاي سعادتك ست الكل؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ ازاي سعادتك انت؟ الله يكرمك. انا وانت طيب. وسعادتك بألف صحة وألف خير. يا عم عمال أحاول أكلمك عشان أقول لك اتفضل على طبليتنا، تنورنا والله. على راسي يا ست الكل، على دماغي من فوق. ازيك يا شيخ محمود عامل ايه؟ زي ما عليكي أنت يا ست الكل. الحمد لله، يا أخبارك؟ الله يكرمك ويبارك لي في عمرك يا رب، تسلمي لي. تسلم إيدك على كل حاجة بتعملها. ربنا يكرمك ويبارك لي في عمرك يا ست الكل. تخيل كنت هطلب منك اللازانيا والله. أوامر أوامر. تسلم 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 تسلم. الله يكرمك. الله يحفظك. عايزين كوسة بالبشاميل بقى يا شيخ محمود إن شاء الله. عينيا حاضر حاضر. تسلم إيديك يا شيخ محمود. كوسة بالبشاميل، اكتبي يا شيماء. تسلم يا شيخ محمود. عينيا ليك يا ست الكل، سعادتك تأمري أمر طبعا. تحت أمرك. كوسة بشاميل من الحاجات الرائعة وموجودة دلوقتي بقى، إحنا تقريبا بنودع الشتاء. لو قلنا اتفقنا عندي بصل اخضر، برش على الوش هنا ايه قطع كده بصل اخضر مفريه، دي كده قطعه الجنزبيل اهي ملهاش اي لازمه، تعال نحطها هنا كده، في بيحبوا ياكلوه على كده. وبعد كده نهز بالطبق براحتنا، وادي كده عشان نروح نطلع اللازانيا. ولمع الوش بايه؟ بشويه صوص زول. الصوص ده بقى هو اللي فيه الايه؟ الخلاصه بتاعت الكلام ده. عندي نودلز،
اقدر ان انا اكل معاها نودلز ومن نفس العجينه اللي انا حكيتها من شويه بتاعت كده، نفس العجينه اللي هي بتاعت اللازانيا هي هي نفس العجينه اللي انا هستخدمها لعمل النودلز. بتحتاج مكنه، ولكن مره عملتها لحضراتكم من غير مكنه وكان الامر سهل جدا. ادي اول طبق كده عندنا، وشفنا الدنيا عامله ازاي واللمعان اللي فيه بيبقى عامل ازاي. نبص عليه كده براحتكم خالص خالص خالص. وبعدين حاجات الجميله اللي هتعجبكم جدا، تعالوا كده نشوف اللازانيا ونشوف اخبارها ايه. منيجي نشيل اللازانيا ما نستهترش يا جماعه ونقوم شايلينها بايد واحده، لان بيبقى سخونيه جامده جدا، فلازم، لان وارد يا اما هسند ولا اعوذ بالله بايدي التانية وتتحرق، او ان انا يقع مني وده بايركس وراحت فلوسك. وادي اللازانيا اهيت عندنا، مش محتاجه اي حاجه ولا رشه بقدونس، ولا بقدونس هينشف في السخونيه ولونه يغير والدنيا تبوظ وتبقى مش عاطفيه ابدا. وبراحتكم يعني في الاخر براحتكم، لكن انا بقول لكم عن تجارب كتير حصلت. ضروري قبل ما اطلع اللازانيا جدا اعمل ايه قبل ما تطلع من الفرن. شفتوا بنعمل ايه في الكيكه بالظبط كده؟ هو ده اللي انا عايزه منكم. نجيب السكينه بتاعتنا كده، فين السكينه الرفيعه؟ مش مشكله، ونقوم عاملين كده. شفتوا الموضوع عامل ازاي؟ ها طبعا غلط ان انا ابتدي اعمل الكلام ده هنا، مفيش ايه، مفيش عندي كسر ولا حاجه. خدوا بالكم يعني ما تتقطعش، وهي هو كده كده اللازانيا لما نيجي ناكلها بتبقى سايحه كده. مش هتطلع منتظمة عشان نبقى عارفين. ها العجين مستوي من جوه ولا لا؟ هات كده قصاد استاذ احمد الغالي بالشكل ده. ها شفنا الدنيا. قبل ما اكلم الست ام محمد اشوف الشوكه بس كده اهي. واو الاخوه اللي طلبوا اللازانيا، ادي الطبق. ها تمام، مستويه تماما، مستويه. واحد لنا كده، ست ام محمد اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. اهلا بيك يا شيخ محمود، ازاي؟ ازاي ما عليك يا ست الكل؟ الحمد لله، زي صحتك زي ما عندك. الله يكرمك، عمريني. الكسر اللي عندك كله عامل ايه؟ الله يصلح حالك. عمريني يا ست الكل. ربنا يخليك، الله يديك الصحة، لا ممرش عليك ظالم يا رب، الله يديك الصحة يا رب. الله يكرمك. قول لحضرتك يا شيخ محمود، المعمول اللي كنت عامله يوم الأحد. معلش، المقادير كلها تتحط على بعضها؟ أصل أنا في الوقت ده. آخر حاجة المية. آخر حاجة المية. تنننا ندعك فيها بايدينا او بالكف لغايه ما تتحول تبقى عجينه سايله من السمنه مع الدقيق والسميد، واخر حاجه هي الميه، ونخليها في التلاجة شويه ام محمد عشان تعرفي تشكليها. ماشي يا شيخ محمود، شكرا. اوامر. سلام السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. زي ما شفنا النهارده كده الموضوع كان محتاج شرح باستفاضه. عملنا اللازانيا وشفنا طبعا مش اول ما تطلع من الفرن. الجماعة الإيطاليين لأن نسبة ليهم ديت أول ما بتطلع من الفرن بيبدأ ياكل على طول وبتبقى سايلة كده من روائع، بس ده اللي بيحب الأكل السخن، أنا بيني وبينه عداوة، أنا بحب الأكل بارد، بارد خالص، بايت حتى كده وبارد خالص. مع شدة الجبنة مع الصلصة البيضة من الحاجات الجميلة جدا. وزي ما قلت لحضراتكم إن أنا أقدر إن أنا أعملها باللازانيا الناشفة أو اللازانيا الطرية، ولكن اللازانيا الطرية برضو بنمشي بنفس الكلام اللي أنا قلته، لأن أنا بحط عجين ما تسلقش. ده السؤال اللي عايزين تسألوه، هتتحط عجين بس تخش الفرن مع البشاميل مع صوص اللحمة هتبتدي إنها تستوي وتديني المعدل دوت بلون البشاميل
من الحاجات الروعة اللي إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا. بالنسبة للجوانح زي ما قلنا إن أنا باخد معلقتين كبار نشا مع بيضة، بدي الأول التوم مع الجنزبيل، ما بديش صويا صوص خالص، ألا فين في الصوص بتاعها، وابتدي أقلب الكلام دوت، وابتدي إن أنا أحمر بيديني كفر البيض مع النشا، ابتدي احمر الكلام دوت يطلع، ابتدي اعمل الصوص بتاعه، ممكن نص معلقه صغيره ثوم مفري كده مع جنزبيل، وابتدي انزل بالكاتشب والصويا صوص او تشيلي صوص او ورشستر صوص اللي موجود عندي، ازود شويه ميه، معلقه نشا، مع ان الجوانح هي فيها نشا من نتيجه للتحمير فهي هتقل الصوص ويطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. جوانح من الحاجات المقبلات الجميلة اللي بتتعمل بكذا صورة وكذا منظر. فراخ بالزيتون خلوها بقى اعملها لكم كده بعد كده على مهلنا، لان خلاص الوقت خلص بتاعنا. دايما ابدا يا رب كل شيء بتعملوه يكون مميز، طلباتكم اوامر، بنحاول بقدر الامكان ان انا ننفذها. عفوا، الله يكرمك، الله يكرمك انت. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة كده، تكونوا دايما على خير يا رب. أشكركم يا رب الحسن المشاهدة، والسلام عليكم.